السلام عليكم. ايوه انا فرحان جدا 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 لفوز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لاول مره يا جماعه من 30 سنه. انت متخيل من 30 سنه يعني ايه؟ يعني ممكن يكون ناس كتير جدا من اللي اتفرجوا علينا دلوقتي ما كانوش اتولدوا لما فاز ليفربول بالدوري موسم 89 90. انت متخيل؟ فحاجه كبيره جدا ان ليفربول يفوز بها السنه دي. ايوه انا فرحان عشان محمد صلاح جدا جدا جدا، ولو ان كريكورد بالنسبه لمحمد صلاح هو مكتوب له فوز مع تشيلسي لما كان تشيلسي مستغني عنه الفيرونتينا، بس هو مكتوب له ان هو فاز بدوري قبل كده. لكن الدوري ده يفرق كتير جدا، وانا شخصيا اعتبر ان ده الدوري الاول اللي يفوز بيه محمد صلاح. ولكن برضو مش فرحان لليفربول علشان محمد صلاح بس، انا فرحان لليفربول علشان يورجن كلوب في المقام الاول، وهقول لك ليه. يورجن كلوب من المدربين المحترمين بشكل لا تتخيل. اولا مش مدرب بيثير مشاكل او بيتخانق مع صحافه او بيعمل مشكلات مع مدربين تانيين او بيعمل الحاجات دي. مدرب متواضع لابعد الحدود، مدرب عبقري لأبعد الحدود، مدرب وصل لمراحل عالية جدا من التدريب ووصل لنهائيات وخسرها. فاللي يخليك مبسوط ان هو حقق البطولة انه بيوري لك نموذج للبني آدم المجتهد اللي حقق حاجة في حياته في الآخر. يعني وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، خسروا أول مرة قدام بايرن ميونخ، وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وكان رائع، اتصاب محمد صلاح وكان يعني كانت الفرقة مؤثرة، اصابت محمد صلاح الفرقة راحت، وبعدين جونين في حارس المرمى المقتول وقتها، فخسر البطولة بشكل غريب جدا. ما نفسيته من جوه ان هو يفضل يتحمل وبعدين يكمل وبعدين يوصل لنهائي للدوري الانجليزي فرق نقطة يخسر الدوري، حاجة كانت هتبقى حاجة عظيمة، وبعدين يكمل ويقاتل ويعمل كل حاجة ويفوز بدوري أبطال أوروبا، فوز بكأس السوبر الأوروبي، فوز بكأس العالم للأندية، لا 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 لا. والنهاردة يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة من 30 سنة. رجل بالنسبة لي مثال للشخص اللي بيجتهد في حياته علشان ينجح. احنا في أحوال كتيرة جدا في حياتنا ما بنشوفش الا اللقطة اللي البني ادم بيبقى فرحان فيها ان هو حقق واجتهد ويعني ايه الفرحة بقى، وان انت بتشوفه على منصة التتويج. انما واحد زي ده مر بظروف صعبة جدا في حياته نفسيا، لان الحاجات دي مؤثرة، ان انا اوصل لنهائيات كتيرة واخسر، ان انا اوصل لرقم خرافي مش عارف 97 او 98 نقطة وما خدش الدوري 97 نقطة، وكان هو الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الانجليزي اللي يوصل للرقم ده وما ياخدش لقب الدوري الانجليزي. فكل الحاجات دي اثرت على يورجن كلوب وعلى نفسية يورجن كلوب، ومع ذلك كان واضح جدا ان هو راجل فاهم كورة، راجل عارف هو بيعمل ايه كويس، راجل مثابر. فده بالنسبة لي مثال للبني ادم، حاجة يحتذى بها كده، الشخص ده ازاي كافح. الكلام الكتير اللي قاله في ليفربول اول ما جه ليفربول، قال انا عارف ان الفرقه دي هتقدر تحقق حاجه، امتى ما اقدرش احدد، لكن احنا هنحقق حاجه للنادي ده، لانه عامل منظومه كويسه، صنع فرقه هي الافضل. يمكن عشان ما اقولش افضل فريق في العالم حاليا هو ليفربول، هقدر اقول لك قبل فتره التوقف بتاعه كورونا دي ليفربول واحد من ثلاث افضل فرق في العالم، مفيش فيها كلام، واحد من ثلاث أفضل فرق في العالم. فأنت باجتهادك قدرت توصل الفرقة لده، استحقيت بنسبة 100% فرحة ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز. عشان كده بالنسبة لي أنا سعيد جدا جدا ليورجن كلوب أكتر من أي حد تاني. صحيح سعيد لمحمد صلاح، بس يعني أنا عارف خلاص إن محمد صلاح خد البطولة قبل كده وخدها المرة دي، وإنجاز كبير طبعا لمحمد صلاح يضاف لسجلاته، لكن انا في المقام الاول فعلا فرحان جدا ليورجن كلوب اللي يستحق بكل المقاييس ان هو يتوج بلقب البريمير ليج. اتمنى من كل قلبي ان اداره ليفربول تقدر تحافظ على يورجن كلوب، اللي انا متخيل هو ان شاء الله
في فترة قريبة جدا هيحقق كمية بطولات كتيرة. يعني لو استمر ان شاء الله مع ليفربول 5 أو 6 مواسم كمان هياخد الدوري 3 مرات على الاقل في ال5 مواسم اللي جايين. فوجهة نظري الشخصية لان واحد متابع جيد جدا للدوري الانجليزي الممتاز، الدوري الانجليزي خلال ال5 سنين اللي جايين هيبقى محصور بين السيتي وليفربول، السيتي وليفربول فقط لا غير باللي انا شايفه في الدوري الانجليزي الممتاز من خلال 2 أو 3 فاتوا. فاستمرار يورجن كلوب مع ليفربول هيكون حاجة كويسة جدا لليفربول في الفترة اللي جاية. حاجة تانية عايز اقولها، ان لا اعتقد ابدا ان جوارديولا هيفضل مستمر مع السيتي بعد الموسم اللي جاي. يعني الموسم اللي جاي ده لو استمر جوارديولا مع السيتي الموسم اللي بعد الجاي مش هيكون موجود، ولو جوارديولا مش من السيتي بعد الموسم اللي جاي اعتقد ان السيتي هيعاني ايا كان المدرب اللي هيجي بعد كده، مش هيكون الفريق اللي طامح في تحقيق البطولة. عشان كده بقولك ليفربول لو استمر بيورجن كلوب ال5 سنوات اللي جايين اقل حاجة هيحقق لقب الدوري 3 مرات. عموما مبروك ومليون مبروك لليفربول، لمحمد صلاح، ليورجن كلوب، لكل كتيبة ليفربول، لكل العرب اللي بيشجعوا ليفربول. هارد لك لأي حد تاني زي حالاتي كده بيشجع فرق تانية في انجلترا، هارد لك لكل اللي بيشجعوا مانشستر يونايتد. انا شخصيا بشجع او يعني بميل شوية لكرة ارسنال اللي متدمر تماما في الدوري الانجليزي الايام دي والايام اللي فاتت، ومن كذا موسم الارسنال حالته عيانة جدا. لكن في الاخر احنا بنشجع بحب وبنشجع وبنتمنى في المقام الاول ان لاعبتنا العرب هم اللي يظهروا ويؤدوا اداء حلو، نتمنى لهم التوفيق. مليون مبروك يا ابو صلاح، ان شاء الله نشوف مزيد من الانتصارات، ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله نبارك كمان لرياض محرز بلقب دوري ابطال اوروبا، ودي حاجه ناقصه في خزائن رياض محرز. ان شاء الله لو اتحققت هيبقى عندنا فرصه كاس سوبر اوروبي، كمان هيبقى عندنا فرصه بكاس عالم للانديه. يا رب ان شاء الله ندعي ونتمنى التوفيق لرياض محرز في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا ليكم وسلام عليكم، استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.